وعشان خاطر الضباط اللي بتدفعنا مخالفات في الشارع امبارح دول وجعها، وعشان خاطر المخالفات بتاعت العربيات بقت 30,000 جنيه و40,000 جنيه و50,000 جنيه العربيه، وده صاحب عربيه اهو 15,000 جنيه قبل الثوره، بعد الثوره بختم الورق قال لي لا ادفع 15,000 جنيه ومعايا مخالفات. ايوه هم 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 الورق وهم هم الورق. احنا بعد امبارح مخالفه ب 100 جنيه خد من عندي نرخص عشان تروح بقى دفع 150. واحنا علينا اتوبيس برضه معانا اتوبيس جمعيه، رحنا نشوف المخالفات لقيناها 30,000 جنيه. اه اتوبيس جمعيه 30,000 جنيه. اه عارفين نعمل ايه؟ عارفين نعمل ايه؟ كلنا على بابا ولا عارفين نجيب لي بس العيال. والزيت غالي وكل حاجه غالي، مش لاقيين ناكل. بقول لك التوين بتكسب والتوين بتعمل. المخالفات اللي دفعتها قبل كده صعبه. عايزين نفعلها تاني. اه بتاعت النظام القديم. النظام اللي كانت شغاله قديم برضه هي موجوده. مش حصلهاش. لا مفيش حاجه اتغيرت. والامانه الامانه عايزه تسرق من اول وجديد ولا معالي حياتي. الامانه عايزه تسرق من اول وجديد. انا شفت عندهم اه معاهم بيت مش فاهم معاهم متوسط جامعيه هم معايا دول منين؟ دول ملاها شرطه من دانيال جيزه من الخلفيه. اه ايوه في ناس دول ملاها شرطه من دانيال جيزه. في شرطه مش على الهرم عنده اربع عربيات. اربع عربيات في نيم ما تعرفش ما اعرفش اسمه. عنده اربع عربيات زمايله ما كلموهمش. زمايله ما كلموهمش خالص. لازم عشان زمايله بعد بقى خلاص دول يشتغلوا. دول يشتغلوا في قلب اللغنة كده يا حاج ما حدش يتكلم معاهم. معاه عربيتين شغالهم عندنا في المبنى ما حدش بيحتاج كبير. اه ليش انت زمايله؟ ايوه عشان طلعوا الشرطه. فاهم بقى احنا غلابه بقى ايه كل دول ويدوم الكوب في البوق. هات 20 جنيه هات 10 جنيه. ده 10 جنيه يرميها في وشك. يقول لك لا 10 جنيه عايز 50 جنيه 50 جنيه. ده فين 20 جنيه بالعافيه؟ الراجل معاه تاني اعمله تاني. الساعه 10 يجي جنبي منك يعمل كده اهو يقول لك هات 20 جنيه عشان الدفع. والله العظيم ثلاثه والله العظيم ثلاثه. ابوك ايه؟ يقول لك هات لي اكل وهات لي علبه السجاير وهات لي كارت الشحن. بقول لك فواز كل ما يشوف المخالفات اقل حاجه 44,000 جنيه و50,000 جنيه و60,000 جنيه. عليك كام؟ على 44,000 جنيه. ل 2011 بس بعد الثوره 44,000 جنيه. واقل على اقل واحد اللي طلع 60 واللي طلع 70. ولا نص العربيات تجيب من ايه؟ واكتر العربيه شعبك مش شغاله. واحد بتوع اللي عملوا ولا عربيه عندك حادثه كل واحد. محدش رد عليكم لما اشتغلنا كده. محدش رد علينا. البنك كله ماضينا. منين نجيب نتحبس يعني؟ انا لسه دافع 5000 جنيه البنك امبارح بالتليفون له وعشان التزلع على القضيه ببلطج معايا في 4000 ونص تاني. بنك ابو ظبي. الصعوبيه بعد كده يعني. بياخد كل يوم مننا الرخص ويقول لك 40 جنيه محمود عطوه ولا بعينه صغير. انت بتخيف نخيف. لا 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 هم عارفين هم عارفين كل حاجه. في اتنين بيقفوا في الكبتات كل حاجه. لا في اتنين بيقفوا في الكبتات عميد وهو محمود عطوه بيقفوا في الكبتات. انا بدفع 20 جنيه عشان اعدي واشوف نفسي وانا راجع على سايبه. يا عطوه ده واخد مني 20 جنيه عشان اقف بعدها في وشي. امين الشرطه اللي تجيب 10 جنيه. البوابه كام على ال 120 120 ثلاث مخالفات. المخالفه ب 40 جنيه وامبارح كانوا بيدفعوا ميات وخمسينات ومتينات بدون وجع حق. الضباط عايزه ترجع القديم تاني اللي راح منهم عايزين يرجعوه. امين الشرطه داخل جمعيه كل يوم ب 200 جنيه و 300 جنيه عايز صلاه من لحمنا احنا. امين الشرطه عايز يدفع من اول وجديد. كلها عربيات بيدوا بسات جمعيه مع الشرطه. مش عارف ادفع صوتي من الحكومه اللي عليك. ولا تقلقوا من اهو فعلا ولا ترخصوا بس ادفعوا 50,000 يا جماعه. دول الراجل بيفهم في كلامي. دول الراجل بيفهم في كلامي. حضرتك يعني برضه عايزين نطلع اللي عايز المنفعه اللي طالع تاني. لا ده موضوع غير دوت.
احمد. لا 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 انا في الحاجه المهمه.